له سؤال عن الدعوة يا شيخ صالح، يقول: ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الداعية، وما المسار الصحيح للدعوة إلى الله؟ الشروط: أولا إصلاح النية والقصد في الدعوة، يعني يدعو إلى الله ولا يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى طمع، أو إلى يكون قصده الطمع والوظيفة، بل يكون قصده وجه الله والثواب من الله عز وجل. ثانيا العلم، لابد أن يتسلح الداعية بالعلم حتى يعرف ما يدعو إليه وما يأمر به وما ينهى عنه، ويستطيع الإجابة على أسئلة السائلين والرد على شبهات المشبهين. لابد أن يتسلح بالعلم أولا قبل الدعوة، قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يستطيع هذه الأمور إلا بالعلم، لا يستطيع الدعوة بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن إلا إذا كان عالما، أما الجاهل فلا يستطيع القيام بهذه الأمور. ثانيا عليه الصبر، التحمل وعدم الياس من هداية المدعوين، فليصبر ويتحمل، وأيضا يتحلى بالأخلاق الفاضلة والرفق بالناس في دعوتهم وعدم العنف. نعم.